للاسف دلوقتي الشباب كل واحد يعني يتعب نفسيا يحصل له ظلم في الكليه بنت خطيبها قطع حصل لها مشكله اسهل حاجه دلوقتي يلا ننتحر يلا ننتحر دي واحد ما سمعش عن النار واحد جاهل تماما مش متخيل هو هيقابل ايه هو اللي بينتحر ده سؤال هل انت متخيل ان انت رايح لحاجه اريح يعني هل انت متصور ان انت رايح تستريح لو انت متخيل كده يبقى في حاجه غلط لان انت اللي رايح له لا شك اسوأ بكتير جدا من اي حاجه كنت فيها ظلم بقى اضطهاد سجن سحل اي حاجه هي اهون بكتير من اللي بيعد اعده الله لمن قتل نفسه عجل نفسه لله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه احد مفيش حاجه في الدنيا زي جهنم ابدا ولا يوثق ما تقوليش ما مش قادر استحمل ماشي مش قادر استحمل دي استحمل جاي ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن أحد أنواع العذاب يوم القيامة قال من قتل نفسه بحديدة سكينة قتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يعني أنت انتحرت مش هتنتحر مرة بقى تقول لك هو انتحر استحمل ألم الموت وخلاص وخلصت لا ده دي بداية أنت هتقعد تعمل كده في النار كتير بقى قال ومن تحس سما الناس اللي بتبلع حبايه الغلة الناس اللي بياخد مخدر بكمية كبيرة عشان يروح من تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم كل شوية يتألم نفس الألم بيموتش بقى يتألم ويتكرر عليه الألم كتير في نار جهنم خالدا مخالدا في أبدا ومن ترد من جبل نط من برج القاهرة نط من جبل نط من شاهق من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أنا مش فاهم إيه, إيه هو مسألة الانتحار كحل انتحار عمره ما كان حل أبدا بل هو بداية دائرة لا تنتهي من الألم ودائرة لا تنتهي من العذاب فلا بد أن كل الشباب مسألة الانتحار دي تحارب بكل شكل ممكن وينبغي ان احنا نحذر منها كل الشباب دي بداية آلامك مش نهايتها والدنيا فيها صبر وفيها رضا وفيها وفيها ثواب وكل مصيبة يصابها المؤمن تكفر عنه المسلم لا يشاك شوكة إلا كفر الله بها عن سيئاته ويا جماعة أي حد ظلم الحقوق ستؤدى يوم القيامة والصبر هنا مش ببلاش إنما يوفى الصابرون أجرهم أجرهم بغير حساب يا جماعة النار فيها ما لا, ما ما لا عين رأت برضو زي الجنة النار فيها انواع اخرى من العذاب فيها الاغلال فيها السحب فيها سلاسل انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا لما يؤمر كده بواحد من اهل النار كده مش تأمرش بيه عادي لا بيتقال خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه فاسلكوه نعباس عباس بيوصف المشهد يعني السلسلة دي هيحصل بيها إيه؟ قال سلسلة ضخمة تدخل في استه لما الدبر وتخرج من فمه وهكذا يسلسلون وينتظمون كما ينتظم الجراد في في عقد رجل يعني واحد لما يصطاد جراد يروح حاطه كده محشره كده في إيه في حاجه عشان يبقى ايه يبقى شايله في, في سلسله واحده كده هم يتعامل فيهم كده يوضع السلسله في الدبر تخرج من الفم ويقعد واحد ورا الثاني وتشالوا كده ويترموا في الايه؟ يترموا في النار. نسال الله السلامه والعافيه، من يتحمل هذا؟ النار فيها حيات وعقارب. يا جماعه انت لو شفت دلوقتي عقرب هتعمل ايه؟ في الدنيا عقرب عادي، عقرب عادي جدا، هتعمل في نفسك ايه؟ <applause> شيء مخيف جدا. لو شفت حيه كده معديه تحت رجلك هتعمل في نفسك ايه؟ شيء مخيف جدا، اكثر شيء مرعب لاي حد الحياة والعقارب. جعل الله في النار هذا الشيء اللي كل الناس بتخاف منه الحيات الحية مش ثعبان عادي الحية هي أسوء أنواع الثعابين الحيات وأشدها فتكا ولا عقارب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في النار لحيات كأعناق البخت عارف الجمل البخت يعني الجمال عنق الجمل قد إيه الحية في النار حجمها زي عنق الجمل كأعناق البخت تلسع الرجل لسعة فيجد حموتها أربعين خريفا يقعد أربعين سنة يتألم من لسعة واحدة من حية واحدة قال وإن في النار لعقارب كأمثال البغال قد البغل العقرب قد البغل يلسع الرجل لسعة فيجد حموتها أربعين خريفا لسعة الواحدة أربعين خريفا من الألم يعني انا لا ادري يعني من يعرض نفسه لهذا الالم ولهذا العذاب اللي بينتحر ولا اللي بيسرق ولا اللي بيغش هل انت تستطيع تتحمل هذا العذاب كنت تتحمله فافعل ما شئت ولا تتحمله اذا كنت ستعصي الله في ارض لا يملكها فاعصيه كما قال احد السلف لرجل قال عزني قال اذا اردت ان تعصي الله تعالى فاعصيه في مكان لا يراك فيه قال لا يوجد قال فاعصيه في ارض لا يملكها قال لا أجد قال فكل من غير رزقي قال لا يمكن قال فاسكن في, في تحت غير سمائه قال لا يمكن قال إذا لا تعصيه أبدا إذا كنت تحت سمائه وفوق أرضي وتأكل من رزقي ولا يمكن أن تغيب عنه طرفة عين لا يست... سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار يبقى القرار الطبيعي لا تعصي إن كله هيتجاب وكل صغير وكبير مستطر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا حيات عقارب أغلال عقوبات انضاج جلود صهر سحب آآ 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 تسويد وجوه أنت بتعمل في نفسك إيه؟ أنت متخيل أنت فين؟ لابد من إفاقة قبل يوم الفاقة لابد أن تتدارك الحال قبل ألا تتدارك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن زخنا الإفاقة اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون فالإنسان إذا من عليه أكبر نعمة ربنا من عليك أنك تبقى في غفلة وتفوق وتدرك ما أنت مقدم عليه وتسأل الله السلامة والعافية نسأل الله نجينا من عذاب النار السلام عليكم